خلينا نتكلم كده في البداية عن أهمية انضمام مصر لقمة البريكس ولدول البريكس. احنا بقالنا فترة يعني بنسمع عن هذا الموضوع، ما كناش متابعين تفاصيل كتير، وفجأة اكتشفنا ان الموضوع مختلف ومهم جدا. طب خلينا دكتورة منا قبل ما نتكلم عن الأهمية والفوائد نتكلم عن الدلالات، يعني إيه دلالات انضمام مصر لعدوة البريكس؟ يعني طبعا ده هو ثمار السياسة المصرية، يعني في ال10 سنوات الماضية النهاردة مصر بتجني ثمار هذه السياسة، السياسة الخارجية والسياسة التنموية الداخلية. السياسة الخارجية قائمة على فلسفة التوازن في بناء شراكات متعددة في العلاقات الدولية مع الشرق، مع الغرب، مع الشمال، مع الجنوب، مع كل الدول، في إطار نوع من الحيد الإيجابي، ليس جزء من استقطاب عالمي، ولكن الانفتاح على كل التجارب التنموية، التجارب التقليدية، أمريكا، أوروبا، فتحنا على أفريقيا، آسيا، وسط أوروبا، حتى في دول في وسط آسيا. وبالتالي هذا الانفتاح على البريكس كتكتل عالمي يمثل أهمية كبيرة، بيعكس يعني قوة وفعالية ورشادة السياسة الخارجية المصرية في بناء شراكات وتوازنات. الدلاله الثانيه المهم ايضا فكره قوه الاقتصاد المصري، لان العالم اليوم قائم على المصالح الاقتصاديه، يعني كان في السابق التكتلات تقوم على اسس ايديولوجيه اشتراكيه في مقابل راسماليه، الان تقوم على المصالح، قوه الاقتصاد بمعنى ماذا انا ساستفيد منك وانت ماذا انت ستستفيد، ماذا ستقدم مصر للمجموعه وماذا ستقدم المجموعه لمصر. وبالتالي دلاله انضمام مصر بتعكس قوه مصر الاقتصاديه، سلامه ونجاح البرنامج للصحه الاقتصادي، المشروع التنموي المصري ان هو بيسير في الطريق الصحيح، وجعل مصر احدى الدول الصاعده الناشئه في الاقتصاد العالمي التي دفعت البريكس كتكتل كبير طبعا الكل يريد الانضمام ليه ان يقبل وينفتح على عدويه مصر. فدي هذه الدلالات المهمه. بالطبع اهميه الانضمام مصر ومن اهميه البريكس، يعني البريكس كتكتل ببساطه كان بيضم 5 دول، هو يعني هو الاحرف الاولى للدول التي بدات بريك في 2009، جنوب الصين، روسيا، الهند، البرازيل، ثم انضمت جنوب افريقيا واصبح البريكس في 2010. وهذا التجمع بلغه الارقام هو طبعا 31% من الناتج العالمي، يعني اكثر من ثلث الناتج العالمي. هو تخطى مجموعه السبع الصناعيه الكبرى اللي هي نادي الاغنياء ونادي الدول المتقدمه في الغرب. به اكثر من 43% من سكان العالم، ومع انضمام 6 دول سيكون اكثر من نصف سكان العالم في صحيح. هذا التجمع. صحيح. ايضا اكثر من ثلث مساحه العالم بعد طبعا انضمام مصر والسعوديه والدول الاخرى. به اكثر من ربع حجم التجاره العالمي، وبالتالي طبعا هو هذا على مستوى التجمع، على المستوى داخل التجمع دوله مثل الصين وروسيا دول مهمه في نظام الدول، يعني الصين الان هي ثاني اكبر اقتصاد عالمي، وروسيا ايضا قوه، وبالتالي قوه متعدده، قوه كبرى في النظام العالمي، سواء في النظام العالمي الاقتصادي او النظام العالمي السياسي، وده يعني هيفيدنا فيما تكلم به يعني تداعيات وفوائد هذا الانضمام لصالح صحيح. مصر. صحيح. بالطبع هذا التجمع مهم، الآن لغة المصالح، العالم كله يتجه للتنمية، خاصة أن هناك الآن شعار مسمى التعافي الاقتصادي، يعني بعد جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمات العالمية، كل الدول تبحث عن التعافي الاقتصادي من خلال ماذا؟ من خلال بناء هذه الشراكات، من خلال يعني جذب الاستثمارات، من خلال بناء علاقات قوية، وبالتالي مصر تستهدف الانفتاح لكل التجارب التنموية. صحيح. التجربة التنموية للصين، لروسيا، للاقتصادات الأخرى، البرازيل، جنوب أفريقيا، الهند، واحنا لدينا كانت علاقه مهمه، رئيس الوزراء ناريندرا مودي زار مصر قريبا. صحيح. وبالتالي بيعكس هو ثقل وقوه مصر الاقتصاديه وفعاليه السياسه الخارجيه المصريه. صحيح.